انا مستغرباكم جدا. هو سيادة المستشار تركي الشيخ ده هو مش شيخ؟ هو مش بينتج لثلاث ارباع نجوم مصر؟ هم مش كل فنانيننا سابوا التمثيل في مصر وراحوا هناك بيمثلوا في السعوديه؟ مش كمان الممثلين ده، الممثلين والمطربين. هو ساعتها ده كويس ليهم كنجوم ووحش لمها احمد انها تطلبه. نسيت اقول لكم، ما تنسوش بقى تقولوا بتحك في تركي آل شيخ. طب ما انا بحك في الشيوخ اللي عندي على تيك توك، واحد. الاثنين بالنسبه لي واحد. وبرده بلاش اقول عشان انتوا بتزعلوا، بس انا بس عايز اقول لكم نقطه مهمه قوي بمناسبه التنمر، بمناسبه موضوع لما قبل كده شتمت اللي بيشتموا فيا وقلت الخدمات، زعلتوا. انتوا دلوقتي مش زعلانين ومقللين قوي من قدر الخدمات اللي انتوا بتقولوا هتروحي تشتغلي عند الشيخه خدامه؟ يعني انتوا بتتكلموا وبتردوا على نفسكم، عيب.